كشف زبريل الرزوب عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم حقيقة مشاركة الفريق المتوج بلقب المسابقة العربية في كأس العالم للأندية. وقال الرزوب في تصريحات خاصة بها قناة الأولى المصرية مساء يوم السبت: هناك دعم قوي من الاتحاد الدولي للفيفا لكرة القدم لفكرة تأهيل الفائز بلقب المسابقة العربية لمونديال الأندية. وأشار الرزوب إلى أن مشاركة بطل كأس العرب في مسابقة المونديالتو ستكون بداية من نسخة مونديال 2025، وأضاف: سيكون أمر منصف أن يبلغ بطل كأس العرب كأس العالم للأندية. وختم حديثه بالقول: نحظى بوجود العديد من الشخصيات العربية في الفيفا وبإمكانهم دعم هذا التوجه، وسيكون من بين الأندية المغربية المشاركة في كأس العرب الوداد الرياضي والرجاء الرياضي والمغرب الفاسي. يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن في الأيام القليلة الماضية عن عودة المسابقة العربية في نسخة جديدة تحت مسمى كأس الملك سلمان للأندية بمشاركة 37 فريق مع جوائز مالية تقدر ب10 ملايين دولار.